من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة. برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدائرة؟ فين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهال مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهال مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهال مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الأستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهام مراد؟ أيوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهام مراد؟ أيوه سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جهام مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعه الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلك سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي. يلا انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما بسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره، وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزوره. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا
لا ده عشان دكتور جيهان ماتت. ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عامله لكم ايه؟ بكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. انا اشتري 20 زي الدكتورة جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت لحد هنا الحوار خلص على اذنك. تعال هنا رايح فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول. ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي، ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري ومأساته مأساتي. حلوه قوي برضه فليسقط الشعر دي، احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري الكلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده ساعتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر ساعتك.
دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك. لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حاله من العبث فاغضب. ايوه حسن شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 أيام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. Thank you.
في عونك يا معالي الوزير. والله هو كله اطرح يولع.